بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هناخد كيمياء، سيكشن كيمياء، بس مش هناخد تجربة بقى النهاردة. انا شايفة ان في ناس كتير قوي عندها مشكلة في موضوع المسائل ده، عندها مشكلة في مسائل الخاصة بالكيمياء. طيب انا مش هحل الشتات، انا هعمل ايه؟ انا هقولك تحل المسائل ازاي. في تحويلات كده وحاجات مهمة قوي لازم تكون عارفها الاول قبل ما تحل اي مسألة. هقول لك خطوات كده تمشي عليها عشان ان شاء الله اي مسألة تجيلك ايا كانت ان انت تحلها باذن الله. طيب اول حاجة خدتها حضرتك الجزء اللي فيه مسائل اللي هو الجاز فلو، قوانين الغازات. طيب طبعا قوانين الغازات دي قوانين كتير، اللي هي ايه؟ بي في تساوي B1V1 تساوي B2V2، ده قانون بويل. في قانون تاني اللي هو قانون تشارل، اللي هو ايه؟ V1 على T1 تساوي V2 على T2، ده قانون تشارل. في قانون تاني اللي هو B1 على T1 تساوي B2 على T2، وده قانون الضغوط او جاي لو ساك، او بنقول عليه قانون الضغوط. طيب ده كده القوانين التلاتة الاولانيين. بعد كده في قانون تاني اسمه الكومبايند، القانون المجمع للغازات، اللي هو B1V1 على T1 تساوي B2V2 على T2. طيب ايه هو بقى يا باشمهندسة B و V و T ديت؟ الغاز انا اقدر احسب ليه اربع حاجات، ده طبعا الايديال جاز، ايديال جاز، الغاز المثالي مش الغاز الريال، مش الغاز الحقيقي، يبقى ده الايديال جاز. طيب الغاز اقدر احسب ليه البريشر، الضغط بتاعه، واقدر كمان احسب لي الفوليوم، الحجم بتاعه، واقدر احسب لي كمان التمبريتشر، درجة حرارته قد ايه، وكمان الان اللي هي عدد المولات، كام مول للغاز ده، عدد المولات. طيب الاربع حاجات دول داخلين في قوانين كتير، يجي 6 7 8 قوانين كده. احنا خدنا كم قانون؟ ادي اربع قوانين، ده الرابع. طيب بعد كده في قانون بقى مجمع، في قانون بقى كل الاربعة دول بيتغيروا مع بعض، اللي هو القانون العام للغازات، القانون العام للغازات اللي هو اسمه يونيفرسال جاز لو. طيب اللي هو بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ان البي في بتساوي ان ار تي، البي ضغط الغاز البريجر يعني، الفي حجم الغاز، الان عدد مولات الغاز، الار الار ده اسمه ثابت العام للغازات يونيفرسال جاز كونستانت، وده ثابت بيجي في الامتحان او المفروض ان انت بتبقى عارف، هقولك عليه دلوقتي. التي درجة الحرارة. طيب حلو قوي، انا حلو ان انا اعرف القوانين كويس جدا، بس معرفة القوانين مش هي حل المسائل. عشان تحل اي مسألة او كيفية حل اي مسألة، اول حاجة ودي اعتبرها في اي ايه، في اي مسائل بتيجي في الفيزياء في الكيمياء اي حاجة، اول حاجة بطلع الجيفن، المعطيات اللي موجودة بركنها كده على جنب. تاني حاجة الوحدات لازم اظبطها، لازم ايه اظبطها. طيب تعال نمسك القانون اللي هو ده، بي في بتساوي ان ار تي. طيب البي ده اللي هو الضغط لازم تكون بوحده الايه، وحده الاتموسفيريك بريشر، الضغط الجوي. طب الضغط ده
ليه وحدات تانية كتير. الوحدة التانية اسمها مثلا ايه؟ الباسكيل. باسكيل. طيب في وحدة تانية اسمها الايه؟ اسمها الملي متر زئبق. ملي متر زئبق. في وحدة تانية اسمها البار. في وحدة تانية اسمها التور. في كذا وحدة. طيب مطلوب مني في المسألة ان انا بحول الوحدات دي كلها، انا بجيب لك الوحدات دي في المسألة عشان انت تحولها للايه؟ الاتموسفيريك بريشر. طيب الضغط الجوي او واحد اتموسفيريك بريشر، ريت تحفظ الكلام اللي انا هقولك عليه ده، بيساوي كام؟ 1.013 في 10^5 باسكيل. يبقى لو انا جات لي في الامتحان الرقم ده كله بالباسكال بشيله وحطه مكان رقم واحد. واحد ضغط جوي، يبقى واحد ضغط جوي يعادل 1.013 في 10^5 باسكال. طيب الملي متر زئبق في كام بقى؟ كمان عشان احول من ملي متر زئبق للاتموسفيريك بريشر احوله ازاي؟ يعني لو عندي مثلا مسألة بتقول لي في عندك 500، في عندك ضغط في المسألة دي او ضغط الغاز 500 ملي متر زئبق، دي ما ينفعش اشتغل بيها او ما اشوف خلقتها كده، اعمل ايه؟ لازم احولها للضغط الجوي. تحويل، احولها للضغط الجوي ازاي؟ ضغط جوي الاتموسفيريك بريشر ازاي؟ قال لي طيب، قال لي واحد اتموسفيريك بريشر، واحد ضغط جوي فيه 760 ملي متر زئبق. طيب كام ضغط جوي بقى انت عايزه فيهم 500 اللي انت جايبهم في المسألة؟ اعمل طرفين في وسطين، يبقى كأني بقول ايه؟ كام ضغط جوي من هنا يعادل 500؟ يبقى كأني بقول الرقم اللي عندي يبقى اهو ضغط بالضغط الجوي بيساوي الرقم اللي عندك، رقم الضغط في المسألة على 760. رقم الضغط اللي جايبه لك في المسألة على 760، يعني انا هنا مثلا عندي 500 ملم زئبق، يبقى ال 500 اهي على 760 يطلعوا لي كام؟ اشوف بالآلة الحاسبة تساوي كام اتموسفيريك بريشر، تساوي كام اتموسفيريك بريشر. طيب ده كده الايه؟ المليمتر زئبق والباسكال. طيب يبقى انا لازم امشي بالايه؟ يبقى البريشر يمشي بالايه؟ بالاتموسفيريك بريشر، بالضغط الجوي. طيب الحجم بقى، الفي الحجم ده لازم يكون باللتر، لتر الحجم لازم يكون باللتر. طيب ممكن يجيلي بالايه؟ ممكن يجيلي ملي لتر. ملي لتر، لتر يعني ايه؟ يعني اضرب في 10^3 عشان تبقى لتر، يبقى الرقم اللي هيجيبه لك في المسألة بالملي لتر اضربه في 10^3 عشان يبقى لتر. طيب ايه كمان؟ لو انا جبت لك في المسألة، خلينا الاول نشوف الوحدات الكبيرة اللي هي لازم تمشي بيها، يبقى لتر لازم تحول لللتر. طيب لو انا قلت لك التمبريتشر بقى، درجة الحرارة تبقى ايه؟ درجة الحرارة لازم تكون بالكلفن، كلفن لازم تكون بالكلفن. خدنا قبل كده ان تي كلفن، درجة الحرارة بالكلفن بتساوي ايه؟ تي سيليزيوس زائد 273. يبقى مديك مثلا درجة الحرارة مثلا 20 درجة سيليزيوس، يبقى انا هقول التي كلفن بتساوي ايه؟ بتساوي تي سيليزيوس اللي هي العشرين، يبقى العشرين اجمع عليهم على طول 273، تبقى كام؟ تبقى 293 كلفن. طيب ده كده بالنسبة لدرجة الحرارة، يبقى درجة الحرارة لازم تكون بالكلفن، الضغط لازم يكون بالضغط الجوي بالاتموسفيريك بريشر، لازم الفوليوم او الحجم يكون باللتر. طيب ايه كمان بقى؟ في عندي في القانون، انا كده طلعت البي، في
تساوي ان ار تي. فاضل لي كده حاجتين، انا كده عرفت البي وكده عرفت الفي وعرفت التي، فاضل لي حاجتين. الان ده عدد مولات، يبقى بيتقاس بالمول، يبقى لما اجيبه يتقاس بالمول. طيب الار، الار ده اللي هو ايه؟ الار ده اللي اسمه الثابت العام للغازات. الثابت العام للغازات ده ثابت، رقم ثابت. بص بقى الار ده لو انا عايز اجيبه من هنا من المسألة، الار البي في بتساوي ان ار تي. لو انا عايز اجيب الار ده يبقى الار بتساوي ايه؟ اللي بره خالص على يبقى البي في على ان في تي، صح؟ طب تعالى نحط الوحدات كده عشان تشوف الار جايبة كام. الار ده جاي ازاي؟ البي ده لو انا حطيته بواحد اتموسفيرك بريشر، واحد اتموسفيرك بريشر، طيب يبقى وحدته اتموسفيرك بريشر، ادي اتموسفيرك بريشر، في وحده الفوليوم بتاعي هيبقى باللتر. طيب الان هيبقى قلنا بالمول، التي يبقى بالكلفن. يبقى لو انا همشي الوحدات بتاعتي مظبطاها على اتموسفيرك بريشر في لتر على مول في كلفن، يبقى الار يساوي كام؟ يبقى الار بيساوي بالرقم ده 0.082، 82 من 1000. يبقى الار بيساوي كده اتموسفيرك، اتموسفير في لتر على مول في كلفن. لو انا همشي بالوحدات دي، لو انا مظبطاها، مظبطه المساله بتاعتي ان انا همشي الضغط بالاتموسفيرك بلتر والحجم باللتر والعدد المولات بالمول والدرجة الحرارة بالكلفن، يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا هستخدم الار بتاعتي ب 82 من 1000. طيب افرض في المسألة بيجي لي في الامتحان الار بيساوي الرقم ده كده 8.13 جول على مول في كلفن. ايه ده؟ ايه اللي هو ايه الرقم الغريب اللي هو مديهولي ده؟ طيب معنى كده بيقول لي ايه؟ معنى كده بيقول لي ان انت تمشي بايه؟ بجول. امشي بجول يعني ايه؟ يعني لو بصيت كده فوق في الجزء اللي فوق ده، الجزء اللي فوق عندي ده، ده كله تشال صح وحط مكانه جول، حط مكانه ايه؟ جول. الجزء اللي تحت زي ما هو، احنا لسه قايلين الار بتساوي ايه؟ الار بتساوي بي في على ان تي. طيب انا عايزه الجزء اللي فوق ده كله من هنا يا عم هو الجول ده. طيب ما احنا خدنا قبل كده في الفيزياء برضو، ما هي الفيزياء بناخد منها للكيمياء، خدنا ان الورك الشغل المبذول عباره عن ايه، او طاقه، الطاقه عباره عن ايه؟ الطاقه دي اللي بتتقاس بالجول عباره عن ايه؟ مش بي في في عباره عن ضغط في حجم. طيب يبقى انا عايزه، يبقى هو جايب لك اختصارا ان الاثنين مع بعض دول لما تضربهم في قلب بعضيهم مدي لك الجول. طيب بس البي بقى، ما هو مدي لي البي لوحدها والفي لوحدها. طب البي هنا بقى لو اديك، لو اديتك الرقم الجميل ده تخلي البي هنا تمشي بالبي، البي اللي هتمشي بيها تمشي بيها بسكيل، تمشي بيها ايه؟ بسكيل، تمشي بيها بسكيل او نيوتن على المتر المربع. هي هي نيوتن على متر، بيبقى باسكال تكافئ نيوتن على متر مربع. والفوليوم او الحجم تمشي بيه متر مكعب، تمشي بيه متر ايه؟ مكعب. عشان انت فاهم، المفروض انت في هندسة فانت فاهم، فالمفروض فاهم ان الباسكال، باسكال في متر مكعب يديني جول، باسكال في متر مكعب يدي جول. ازاي يا باش مهندسة جات الكلام ده؟ طيب هي مش ال W بتساوي اللي هي الشغل بيساوي ال F في ال X، يعني قوة في مسافة. طيب القوة دي عبارة عن ايه؟ انا عايز اشيل القوة وحط مكانها ضغط. طيب الضغط ده مش ال B بيساوي F على ايه؟ قوة على وحدة المساحات، ضغط، الضغط اي ضغط بيساوي القوة على وحدة المساحات، المساحة. يبقى هشيل الاف دي كلها من هنا واحطها بدلالة ايه؟ اضرب ده في ده، يبقى الاف بتساوي ايه؟ يبقى الاف بتساوي ها بي في ايه، يبقى بي في ايه في اكس، يبقى الدبليو بتساوي بي في ايه في اكس.
دبليو او الطاقه يعني او الشغل. بي في ايه في اكس، مساحه في طول. بقول مساحه في طول، مساحه في طول يعني ايه؟ يعني حجم. يبقى البي في الفي تساوي الطاقه اهي اللي بتتقاس بالجول، اللي بتتقاس بالايه؟ اللي بتتقاس بالجول. طيب البي ده وحدته ايه؟ لو انا همشي بيها زي ما اتفقنا عايزه اطلع الناتج ده بالجول، ما هو جول هو هو اتموسفيريك، اتموسفير في لتر، اتموسفير في لتر. طيب لو انا دلوقتي البي، البي ده بيتقاس بالايه؟ بالباسكال. طب الفي ده بيتقاس بالايه؟ بالمتر المكعب. يبقى باسكال في متر مكعب دي مين؟ ده الجول. باسكال في متر مكعب ده مين؟ ده الجول. يبقى انا دلوقتي لو انا مديلك في المساله، تعال نحل مساله مثلا، ناخد مساله اهي من عندك بيقول لك ايه؟ بيقول لك مثلا عندي اكونتينر contains container وبرميل محتوي على غاز. الغاز ده of number of moles، لعدد مولات 2.3 مول، لعدد مولات 2.3 مول. طيب and has volume، والحجم بتاعه كان ب 300 متر مكعب. find its pressure of gas، اوجد ضغط الغاز at temperature، عند درجة حرارة 23 درجة سيليزيوس مثلا. دي مسألة ايه مثلا من المسائل بتاعتك. اعمل ايه؟ زي ما قلنا اول حاجة اطلع المعطيات من المسألة الجيفن بتاعتي ايه الجيفن. انا بقول لك في غاز، الغاز ده عدد المولات بتاعته يبقى ال N بتساوي 2.3 مول، وحدتها تمام. and has volume 300 متر مكعب. 300 ايه؟ متر مكعب. يبقى ال V بتاعتك ب 300 متر مكعب. find its pressure، اوجد الضغط بتاعك. يبقى ال V بكام؟ مش عارفه. عند درجة حرارة التي ب 23 درجة سيليزيوس. بأول حاجة هعملها هكتب القانون بتاعي. أنا عندي كله بيتغير، يبقى الـ B V تساوي N R T. الـ R دي اللي فاضلة اللي أنا مش عارفاها عشان أعرف أستخدمها. طيب لو أنا اديتك الـ R هنا أهي، الـ R ب 8.31 أو 31 أسفة في جول على مول في كلفن. دي القرية. وبقول لك استخدم الارضي اعمل ايه؟ انا بقول لك استخدم الارضي هتعمل ايه بقى؟ طيب قلنا جول، دي جول، دي جول، يبقى لازم الجول ده يبقى لازم حاجتين مع بعض، لازم متر مكعب، الفي يبقى المتر بالمكعب، والبي يبقى بالباسكال. طيب والمول زي ما هو، والكي والتي بالكلفن عادي، يبقى لازم التي دي تجمع عليها كام؟ 273. اجمع عليها 273 عشان تبقى بالكلفن، تبقى كده كلفن. طيب البي دي اللي انت عايزها، يبقى البي اي. الفي بكام؟ الفي هنا انا عايز اشتغل بنفس الحكايه اللي عندي، الار اللي عندي 8.13، يبقى اخلي البي زي ما هي بالمتر المكعب، يبقى في 300 تساوي ال N بكام؟ اللي هي 2.3. ال R بكام؟ اهي 8.13. في ال T في الرقم بتاعك اللي هو 23 زائد 273، تجمعها وتحطها هنا بالكلف، اقدر اجيب ال B. يبقى ال B بتساوي كل ده على ده، يبقى 2.3 في 8.13 في درجة الحرارة بالكلفن على ال 300.
كده انا طلعت البي. البي اللي هيطلع معايا بوحده الايه، ها انا لسه قايله انا ماشيه بال 8 و13 يبقى وحده الباسكال. باسكال وحده الباسكال. طيب ناخد مساله تانية. مثلا انا قايله لك هنا في عندك كونتينر برضو او في غاز، الغاز ده فوليوم بتاعه الحجم بتاعه كان بي باتنين ملي لتر. والضغط بتاعه برضو انا عايزاه. وقايلالك ان الماس بتاعته الام الكتلة الغاز، كتلة الغاز بكام؟ ب30 جرام. ومديالك مديالك ايه؟ مديالك التمبريتشر بتاعته درجة الحرارة 20 درجة سيليزيوس. مديالك الار الثابت بتاعك 0.082. على فكرة انا ممكن ما اديش الثابت في الامتحان، فانت عارف عارف الثابت ليه 2، الثابت اهو ليه قيمتين، لا اما 0.082 وده معناه ان البي ده معناه ايه؟ ده معناه ان البي تبقى بالاتموسفيريك بريشر، ومعناه ان الفي تبقى باللتر، طبعا الان تبقى بالمول زي ما هي، ومعناه ان التي تبقى بالايه؟ بالكلفين. طيب ممكن اديك الرقم التاني اللي هو 8.13، دي معناها ايه؟ دي مكتوبة جول على مول في كلفن، دي معناها ايه؟ دي معناها ان البي يبقى بالباسكال، معناها ان الفي تبقى بالمتر المكعب، معناها ان الان زي ما هي بالمول، والتي زي ما هي بالكلفن. طيب انا ما اديتكش الار اصلا، ما اديتش الار، ابص في الوحدات بتاعتي، وحداتي هتمشي بايه؟ انا دلوقتي مش عايز امشي بالوحدة الجول دي خالص، خلاص اعمل ايه؟ اركن كده على جنب وهم عاملة ايه؟ وهم ماشية بالايه؟ بالوحدة بتاعتي اللي هي الار، وزبط كل الوحدات بتاعتي للوحدات ديت. طيب هم عاملة ايه هنا؟ البي في اي بتساوي ان ار تي. طب انا هنا قايلة لك الغاز ده مثلا اكسجين، يا دكاترة يا باشمهندسين الاكسجين مش بيتكتب لوحده، او تو في خمس حاجات بيتكتبوا ذرتين، الاو 2 والسي ال 2 والكلور، يبقى اكسجين كلور نيتروجين نيتروجين هيدروجين هيدروجين برضو كل الغازات ديت فلور بيفتو فلور، خمس حاجات بيتكتبوا ايه؟ بيتكتبوا ذرتين، يعني هما موجودين في الطبيعة كذرتين، مش فرادة، مش واحد بس. يبقى ما ينفعش انت دلوقتي في هندسة وتقول لي في الشيت ان الاكسجين او بس، الاكسجين او تو، او تو الكتلة الذرية للاكسجين ب16، القول واحدة ب16 الكتلة الذرية بتاعته الماس نمبر بتاعه. طيب دي ملحوظة هي عشان تبقى عارف. طيب البي في بتساوي ان ار تي، يبقى البي ده ايه؟ البي ده اللي انت عايزه في الفي، الفي لازم ان يمشي بالايه؟ ده ملي لتر، ملي لتر يبقى اضربه في كام؟ في 10 أس سالب 3 عشان يبقى باللتر بس، يبقى دي خلاص بقت باللتر، 2 × 10 أس سالب 3 يبقى باللتر تساوي ان. بقى انا مش مديالك عدد المولات صريحة، بس مديالك حاجة تانية، مديالك كتلة الغاز ب30 جرام، مديالك الكتلة الذرية للغاز. طيب الان بقى بتساوي ليها قانون بقى، الان ده عدد المولات بتساوي كتلة الغاز على الام دبليو، دي معناها ايه؟ كتلة الغاز
على الكتلة الجزيئية أو الكتلة المولية للغاز. طيب كتلة الغاز هنا اللي هي بكام؟ كتلة الغاز يبقى هو البي في 2 × 10³ تساوي الام اللي هي 30 جرام. خلي الام زي ما هي، يبقى الام بالجرام، الام بالايه؟ بالجرام هنا مش بحولها. طيب على ايه؟ ها؟ على الكتلة المولية. الكتلة المولية اللي هي الام دبليو. الام دبليو دي بجيبها ازاي؟ الام دبليو دي على جنب كده، ده الغاز بتاعي اوتو، والذرة الواحدة ب16، الواحدة بس. دور كم واحدة؟ 2، يبقى 2 في كام؟ في الواحدة منهم ب16. 2 × 16 = 32، يبقى دي الكتلة المولية. يبقى شلتها خالص وحطيت مكانها 32 كده على جنب. يبقى عرفت منين جت 32؟ طيب في الار، انا هنا وحدت الوحدات دي بقت باللتر، وده المفروض خلاص اوريدي هيطلع بالاتموسفيريك بريشر، لازم يطلع بكده. الار 82 من 1000. في التي، التي انا مديالك ب20 درجة سلسيوس، اجمع عليها 273 تبقى 293 كلفن. تقدر تطلع البي من هنا. طيب لو انا مديالك البي بي مسألة تانية، مديالك البي مثلا بي 600 ملي متر زئبق، وطالبة الفي، الفي هي اللي مطلوبة، مش مديك الار. انا مش هحط الار في المسألة، مش هحط ار عشان تفهم، مش هحط ار في المسألة. اعمل ايه؟ قبل ما اعمل اي حاجة مديالك برضو التي مثلا، التي موجودة وعدد المولات موجود، كله موجود، فاضل الفي ومديالك المنظر ده. المنظر ده ما ينفعش، يا اما هنا تبقى بسكال يا اما اتموسفيريك بريشر، عشان اعرف انا هستخدم ايه منهم. هما الاثنين يا دي 82 من 1000 يا اما ايه 8 و13 الار اللي انا هستخدمه، عشان اقدر احدد وحده الفي هتبقى ايه. ده على طول اخد اعمل فيه ايه؟ ده اخد اقسمه على، يبقى اخد ال 600 اقسمها على 760 على طول عشان احولها لضغط جوي. يبقى بكام دول؟ ضغط جوي كده، انا حولته للضغط الجوي. بعد ما احوله للضغط الجوي يبقى على طول الفي هتطلع بالايه؟ لازم الفي بقى تطلع باللتر. لما تطلع باللتر او مخدل اخد بقى الار دي اللي هي بالاتموسفيريك، ها، في لتر على مول في كلفن، دي الوحدة بتاعتها. طيب ده كده بالنسبة للمسائل بتاعت الجزء ده اللي انتوا في مشكلة فيها. طيب تمام كده، ده كده ايه اللي هو الجزء الاولاني بتاع المسائل ده. ياريت تذاكروا واشوف الناس هتحل الشيت الاولاني ازاي، وبعدين نشوف فيديو كمان عن الشيت التاني.